عزيزي الطالب، انتبه جيدا للتعليمات الآتية. أولا، اقرأ أسئلة الكتاب المدرسي. ثانيا، استمع جيدا إلى النص الآتي ثم أجب عن أسئلة الكتاب المدرسي. إليك الجواب يا بني. كنت يا بني دائما تسألني وأنت صغير، لماذا تجلس كثيرا على الشاطئ في الصباح الباكر يا أبي؟ وكنت أجيبك بكلمات تزيد حيرتك أكثر مما تبددها. وكبرت يا بني، وكبر معك السؤال الحائر، ولكنه لم يجري على لسانك، وإنما يظهر في عينيك حين ترنو إلى الأفق البعيد تارة، وإلى الأمواج القادمة مع الرياح تارة أخرى، وتعود فتسترق إلي نظرة إشفاق أو رثاء، ولكنك لا تجد الجواب، وأنا أجيبك بعد 15 عاما. تلك سنوات طوال، أليس كذلك؟ كنت فيها معذبا، وكنت أكثر منك عذابا. إنها ليلة يا بني تغيرت معها حياتي كلها، غابت الابتسامة العذبة، وغرقت الأماني العذاب، وسكتت الألحان، واكتأب وجه الزمن، وخرجت من هذه الليلة شيئا آخر غير ما ألفه الناس مني وعرفوه عني. ليلة واحدة تركتها هذه السنون وراءها، ولكنها ما زالت تطاردني في يقظتي ونومي، في صباحي ومسائي، في نظرات الناس، وفي أحاديثهم، وفي سمر لياليهم، فكأن لم يكن لهم من حديث سواي. هكذا خيل إلي، وأظنني ما خالفت الحقيقة، ولم أجد مهربا منهم إلا إلى هذا الشاطئ لأعيش مرة أخرى أحداث تلك الليلة وحدي، مع البحر يعاتبني، يؤنبني، يعذبني، ولكنني أحتمل عتابه وتأنيبه وعذابه، فهو الذي عرف الحقيقة الكاملة. أما الناس فلا يعرفون إلا شيئا واحدا، هو أنني تخليت عن صحبي وتركتهم يغرقون جميعا، ونجوت بنفسي. كنا 8 فقط في سفينة صغيرة، ومعنا أبو راشد الناخوذاه، وكنت أنا واحدا منهم. كنا نحن البحارة والغواصين، وكان معنا صالح وهو صبي فقد أمه يوم فتح عينيه على الحياة، وكان أبوه صديقا لأبي راشد، فأراد له أن يتدرب على حياة الغوص، وشاءت الأقدار أن يصطحبه في هذه الرحلة بعد إلحاح منه ورجاء من أبيه. لم يملك الرجل الطيب معهما أن يرده، وكنا نتهيأ للعودة بعد أن أذن موسم الغوص بالانتهاء. وفي عصر يوم يا بني تجاوبت مع نسماته الصافية ألحان العودة من السفن القريبة، تنقل الفرحة بين صدور العائدين إلى الأرض الحبيبة. وحيث قاربت الشمس أن تغيب، رأى الناس عارضا قادما من بعيد، فظنوه نذير عاصفة، وتنادى النواخذة في السفن للاستعداد وأخذ الحذر، وتهيأ الجميع لمواجهتها، ولجأت السفن إلى مكان ضحل المياه تحتمي به، ولم يكذب حدسهم، وما هي إلا لحظات حتى انقلب هدوء البحر ثورة، والنسمات الرقيقة عاصفة، واستحال صفاء الحياة سوادا حالكا ابتلع بقايا النور، وتلاحقت الأمواج تلطم السفينة الصغيرة، وتصفع الوجوه، وتطيح بالشراع، وصاح أبو راشد بالجماعة يحثهم على الصمود والثبات وبذل الجهد لمقاومة العاصفة. فقبضنا على الدلاء نغرف من بطن السفينة من دفع إليها من الماء، والقلوب تخفق بالدعاء أن يسكن الله العاصفة
وينجينا من هذا البلاء، وما إن تهدأ العاصفة ونأخذ أنفاسنا ونمني أنفسنا بالأمل حتى تعود أشد قسوة وضراوة. لقد قضينا الليل في صراع مع الهلاك، وماذا يفعل البشر مع غضبة الطبيعة؟ وماذا تجدي الدلاء القليلة في طغيان البحر؟ ومع أن اليأس كان يزحف إلى نفوسنا، كان أبو راشد يهون الخطبة ويقف عملاقا تحت السارية يتلقف الدلاء المملوءة ويفرغها في البحر، وبجواره الصبي يحاكي صنيعه ويعاونه في مهمته في صبر واقتدار. ورأيتك يا بني وسط العاصفة وأنت لم تتعد بعد شهرك السابع، ويداك ممتدتان تندفعان إلي كأنك تريد أن تقتلع نفسك من صدر أمك لتقذف بها إلي، وابتسامتك العذبة تملأ وجودي كله فيشتد ساعدي، وتتصاعد الدلاء بين ذراعي فياضة مترعة، فتهدأ العاصفة ويتجدد الأمل، وحين تعود إلى سطوتها تنتابني أمواج الخوف ورهبة النهاية، وأنا أتذكر أن هذه العاصفة لا تنتهي بعد ليلة ولكن مداها 3 أيام، هكذا قالوا. وانتهى الليل الطويل، حين لاح نور الصبح وما زال النذير قائما في الأفق، فرفعت السفن علامات الإقلاع وتهيأ الناس لينسلوا بسفنهم من وجه العاصفة، فربما رأوا أن عرض البحر أهون من هذه الجنادل، أو لعلهم تأكدوا من استمرار العاصفة أياما أخر فآثروا الرحيل. ونظرنا إلى أبي راشد كأننا نستحثه على أن يقرر شيئا، وفهم الرجل قصدنا وابتدرنا قائلا: اصغوا إلي جيدا، إنني أخشى المخاطرة بهذه السفينة الصغيرة وسط العاصفة التي لا تبدو نهايتها قريبة، والبقاء هنا آمن من الرحيل، وبوادر العاصفة تظهر من جديد، وعليكم أن تتركوا السفينة وتلتحقوا بهذه السفن القريبة قبل أن تبحر، فهي أكبر حجما وأشد قدرة على الصمود. سمعت كلماتي وكأنها لحن النجاة، وطلبنا منه أن يسبح معنا، فكانت المفاجأة الرهيبة، إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فإن الصبي أمانة في عنقه وهو لا يجيد السباحة، والسفن الكبيرة لا يمكن أن تقترب من هذه المنطقة الوعرة، ولا مفر من أن نتركه مع الصبي وحدهما لأنه مصمم على البقاء. وعبثا حاولنا إقناعه بأن نحمل الصبي معنا، فالعاصفة تهدد بالشدة والسفن توشك أن تتحرك، فاستثار كلام الناخوذات شهامة البحارة ومرؤتهم، وبعد أن تهيأ كل منهم للنزول إلى الماء أعادوا ما في أيديهم وقرروا الاعتصام معه بالسفينة. أما أنا فاشتدت قبضة يدي على حبل العوامة والتصق متاعي بظهري، ومرت أمامي صورتك الحبيبة من خلال العاصفة، وقد مددت يديك الغضتين إلي ونهضت مندفعا نحوي، وابتسامتك البريئة تملأ وجودي كله، فلم أفق إلا على صوت ارتطامي بالماء واتجاهي بعنف نحو سفينة رفعت مراسيها وتهيأت للإبحار، وألقى إلي بحارتها بالحبال، فصعدت على ظهرها ونظرت إلى أبي راشد وسفينته الصغيرة، وحوله البحارة والصبي يصارعون بصبر وثبات، وحال سواد العاصفة بيننا
وغابت السفينة الكبيرة في عمق البحر. وفي اليوم الثالث هدأت العاصفة، فخرجت سفن الغوص تبحث عنها فلم تجدها في مكانها. فتنادى البحارة وجدوا في البحث عن السفينة، فوجدوا بقايا حطامها وفيهم أبو راشد والصبي. وقفلت السفن راجعة، وتجاوبت ألحان العودة من هنا وهناك، وارتسمت ابتسامات العائدين حين دنت السفينة من الشاطئ ورأوا الأذرع المفتوحة لاستقبالهم. أما أنا فما إن عرف الناس قصة السفينة حتى رأيت الجميع يغضون أبصارهم عني ويتهامسون من حولي، وكأني أنا الذي حطم السفينة وأغرقهم. ومنذ ذلك اليوم أراني مسوقا إلى هذا المكان، أود أن أقضي معه أيامي الباقية. عزيزي الطالب، انتبه جيدا للتعليمات الآتية. أولا، اقرأ أسئلة الكتاب المدرسي. ثانيا، استمع جيدا إلى النص الآتي ثم أجب عن أسئلة الكتاب المدرسي. إليك الجواب يا بني. كنت يا بني دائما تسألني وأنت صغير، لماذا تجلس كثيرا على الشاطئ في الصباح الباكر يا أبي؟ وكنت أجيبك بكلمات تزيد حيرتك أكثر مما تبددها. وكبرت يا بني، وكبر معك السؤال الحائر، ولكنه لم يجر على لسانك، وإنما يظهر في عينيك حين ترنو إلى الأفق البعيد تارة، وإلى الأمواج القادمة مع الرياح تارة أخرى، وتعود فتسترق إلي نظرة إشفاق أو رثاء، ولكنك لا تجد الجواب. وأنا أجيبك بعد 15 عاما، تلك سنوات طوال، أليس كذلك؟ كنت فيها معذبا، وكنت أكثر منك عذابا. إنها ليلة يا بني تغيرت معها حياتي كلها، غابت الابتسامة العذبة، وغرقت الأماني العذاب، وسكتت الألحان، واكتئب وجه الزمن، وخرجت من هذه الليلة شيئا آخر غير ما ألفه الناس مني وعرفوه عني. ليلة واحدة تركتها هذه السنون وراءها، ولكنها ما زالت تطاردني في يقظتي ونومي، في صباحي ومسائي، في نظرات الناس، وفي أحاديثهم، وفي سمر لياليهم، فكأن لم يكن لهم من حديث سواي. هكذا خيل إلي، وأظنني ما خالفت الحقيقة، ولم أجد مهربا منهم إلا إلى هذا الشاطئ لأعيش مرة أخرى أحداث تلك الليلة وحدي، مع البحر يعاتبني، يؤنبني، يعذبني، ولكنني أحتمل عتابه وتأنيبه وعذابه، فهو الذي عرف الحقيقة الكاملة. أما الناس فلا يعرفون إلا شيئا واحدا، هو أنني تخليت عن صحبي وتركتهم يغرقون جميعا، ونجوت بنفسي. كنا 8 فقط في سفينة صغيرة، ومعنا أبو راشد الناخوذاه، وكنت أنا واحدا منهم. كنا نحن البحارة والغواصين، وكان معنا صالح وهو صبي فقد أمه يوم فتح عينيه على الحياة، وكان أبوه صديقا لأبي راشد، فأراد له أن يتدرب على حياة الغوص، وشاءت الأقدار أن يصطحبه في هذه الرحلة بعد إلحاح منه ورجاء من أبيه. لم يملك الرجل الطيب معهما أن يرده، وكنا نتهيأ للعودة بعد أن أذن موسم الغوص بالانتهاء. وفي عصر يوم يا بني
تجاوبت مع نسماته الصافية ألحان العودة من السفن القريبة، تنقل الفرحة بين صدور العائدين إلى الأرض الحبيبة. وحيث قاربت الشمس أن تغيب، رأى الناس عارضاً قادماً من بعيد، فظنوه نذير عاصفة، وتنادى النواخذة في السفن للاستعداد وأخذ الحذر، وتهيأ الجميع لمواجهتها، ولجأت السفن إلى مكان ضحل المياه تحتمي به، ولم يكذب حدسهم، وما هي إلا لحظات حتى انقلب هدوء البحر ثورة، والنسمات الرقيقة عاصفة، واستحال صفاء الحياة سوادا حالكا ابتلع بقايا النور، وتلاحقت الأمواج تلطم السفينة الصغيرة، وتصفع الوجوه، وتطيح بالشراع، وصاح أبو راشد بالجماعة يحثهم على الصمود والثبات وبذل الجهد لمقاومة العاصفة. فقبضنا على الدلاء نغرف من بطن السفينة من دفع إليها من الماء، والقلوب تخفق بالدعاء أن يسكن الله العاصفة وينجينا من هذا البلاء. وما إن تهدأ العاصفة ونأخذ أنفاسنا ونمني أنفسنا بالأمل حتى تعود أشد قسوة وضراوة. لقد قضينا الليل في صراع مع الهلاك، وماذا يفعل البشر مع غضبة الطبيعة؟ وماذا تجدي الدلاء القليلة في طغيان البحر؟ ومع أن اليأس كان يزحف إلى نفوسنا، كان أبو راشد يهون الخطبة ويقف عملاقا تحت السارية يتلقف الدلاء المملوءة ويفرغها في البحر، وبجواره الصبي يحاكي صنيعه ويعاونه في مهمته في صبر واقتدار. ورأيتك يا بني وسط العاصفة، وأنت لم تتعد بعد شهرك السابع، ويداك ممتدتان تندفعان إلي كأنك تريد أن تقتلع نفسك من صدر أمك لتقذف بها إلي، وابتسامتك العذبة تملأ وجودي كله فيشتد ساعدي، وتتصاعد الدلاء بين ذراعي فياضة مترعة، فتهدأ العاصفة ويتجدد الأمل. وحين تعود إلى سطوتها تنتابني أمواج الخوف ورهبة النهاية، وأنا أتذكر أن هذه العاصفة لا تنتهي بعد ليلة، ولكن مداها 3 أيام هكذا قالوا. وانتهى الليل الطويل، حين لاح نور الصبح وما زال النذير قائما في الأفق، فرفعت السفن علامات الإقلاع، وتهيأ الناس لينسلوا بسفنهم من وجه العاصفة، فربما رأوا أن عرض البحر أهون من هذه الجنادل، أو لعلهم تأكدوا من استمرار العاصفة أياما أخر فآثروا الرحيل. ونظرنا إلى أبي راشد كأننا نستحثه على أن يقرر شيئا، وفهم الرجل قصدنا وابتدرنا قائلا: اصغوا إلي جيدا، إنني أخشى المخاطرة بهذه السفينة الصغيرة وسط العاصفة التي لا تبدو نهايتها قريبة، والبقاء هنا آمن من الرحيل، وبوادر العاصفة تظهر من جديد، وعليكم أن تتركوا السفينة وتلتحقوا بهذه السفن القريبة قبل أن تبحر، فهي أكبر حجما وأشد قدرة على الصمود. سمعت كلماتي وكأنها لحن النجاة، وطلبنا منه أن يسبح معنا، فكانت المفاجأة الرهيبة، إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فإن الصبي أمانة في عنقه وهو لا يجيد السباحة، والسفن الكبيرة لا يمكن أن تقترب من هذه المنطقة الوعرة، ولا مفر من أن نتركه مع الصبي وحدهما، لأنه مصمم على البقاء. وعبثا حاولنا إقناعه بأن نحمل الصبي معنا، فالعاصفة تهدد بالشدة
والسفن توشك أن تتحرك، فاستثار كلام الناخوذات شهامة البحارة ومروءتهم، وبعد أن تهيأ كل منهم للنزول إلى الماء أعادوا ما في أيديهم وقرروا الاعتصام معه بالسفينة. أما أنا فاشتدت قبضة يدي على حبل العوامة، والتصق متاعي بظهري، ومرت أمامي صورتك الحبيبة من خلال العاصفة، وقد مددت يديك الغضتين إلي ونهضت مندفعا نحوي، وابتسامتك البريئة تملأ وجودي كله، فلم أفق إلا على صوت ارتطامي بالماء واتجاهي بعنف نحو سفينة رفعت مراسيها وتهيأت للإبحار، وألقى إلي بحارتها بالحبال، فصعدت على ظهرها ونظرت إلى أبي راشد وسفينته الصغيرة، وحوله البحارة والصبي يصارعون بصبر وثبات، وحال سواد العاصفة بيننا وغابت السفينة الكبيرة في عمق البحر. وفي اليوم الثالث هدأت العاصفة، فخرجت سفن الغوص تبحث عنها فلم تجدها في مكانها، فتنادى البحارة وجدوا في البحث عن السفينة، فوجدوا بقايا حطامها وفيهم أبو راشد والصبي، وقفلت السفن راجعة، وتجاوبت ألحان العودة من هنا وهناك، وارتسمت ابتسامات العائدين حين دنت السفينة من الشاطئ ورأوا الأذرع المفتوحة لاستقبالهم. أما أنا فما إن عرف الناس قصة السفينة حتى رأيت الجميع يغضون أبصارهم عني ويتهامسون من حولي، وكأني أنا الذي حطم السفينة وأغرقهم. ومنذ ذلك اليوم أراني مسوقا إلى هذا